من الكلمات أثر في حياتنا، الكلمة الطيبة اللي تصنع فعلا أثر ممكن تغير أشخاص من حولنا في تصرفاتهم. طبعاً طبعاً في أشخاص كثير ممكن يتأثرون بالكلام اللي إحنا نقوله، سواء بشكل إيجابي أو بشكل سلبي. ونسمع في كثير من الأحيان، يعني مثلاً بعد فترة نلاقي شخص مثلاً يحصد نجاح، يتفوق، يتميز، أو يبدع في المجال اللي يكون هو موجود فيه، وممكن أنا أروح أهنئه على هذا النجاح ويقول لي أنا ما أنسى الكلمة اللي أنت قلتها لي. أيضاً لو كانت الكلمة هذه برضو مؤثرة بشكل سلبي، ممكن برضو الشخص نلاقيه يقول لنا في بعض الأحيان أنا مستحيل أنسى الكلمة اللي قال لي هي هذا الشخص، وتكلم عنه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في الآية اللي قالت ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إنه الكلمة الطيبة تثمر حتى في نفس الإنسان، يصير كل الفترة هو يرجع يتذكرها. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يعني الكلمة الخبيثة أو الشخص لما يتكلم مثلا بأسلوب سيء أو بشكل سيء مع الأشخاص الآخرين، ممكن حتى يؤدي إلى أنه ينفرون منه، يبتعدون عنه، ويبدؤون يحذرون حتى الأشخاص الآخرين من التواصل معه.